استاذ جمال، لما يعني تكون موجود في جنيف او في اي فعاليه او في اي مكان، يعني بالنسبه لحقوق الانسان، عندما يرونك وانت على كرسي الاعاقه نتيجه تعذيب الميليشيا الحوثيه، يعني ما هو رد فعلهم؟ يعني هنالك تعاطف، ولكن بحقيقة التعاطف نحن نعلم أن هنالك يعني مقررين للتعذيب، وهنالك سلطات في الأمم المتحدة وقوانين واتفاقية روما وما إلى ذلك وقائمة طويلة. جمال المعمري خلال هذه السنوات لم يتلقى العلاج على حساب المجتمع الدولي ولا حتى على يعني على حساب الحكومة اليمنية. أنا أتعالج في ألمانيا منذ 3 سنوات على نفقتي، والعلاج هناك مكلف جدا. وعندما جئنا للأسف يعني لنضع أن هنالك 14 حالة تعذيب ماتوا فقط في صنعاء، يعني 13 منهم في صنعاء في سجن الأمن والمخابرات، والعدد يعني كل سنة هكذا ونحن طيب لم نجد شيء. أستاذ جمال، اليوم العالمي للمرأة وهناك نساء لازلنا وتحدثت فاطمة العرولي على رأس، تكلمت عن هذا وهو شملها التقرير. طيب، ونحن طلبنا منهم أن يضغطوا على ميليشيات الحوثي، نريد أن نرى شيئا ملموسا على الأرض، نحن لا نريد إدانة، نحن سئمنا من يعني من القلق، نريد شيئا ملموسا على هذه الميليشيات الحوثية، نريد أقل شيء حتى أن يظهر المقررين. أيوة، يعني أين شعارات المنظمات؟ أين شعاراتهم؟ نعم. هم يعني هم الآن يعني عاملين اليوم العالمي لحقوق للمرأة، يعني اليوم العالمي للمرأة. نحن عندما قررنا في هذا التقرير وقلنا ما بين جحيم المعاناة، هي جحيم المعاناة التي في اليمن، وغياب العدالة هي العدالة الدولية، نعم. لم نرى هي عدالة عولاء. طيب أيضا يعني من ضمن أبرز الانتهاكات، وأنت تحدثت عن هذا الموضوع، يعني تجنيد الأطفال. نعم. والانتهاكات التي تحصل للأطفال، يعني هذا يعني محرم دوليا وهنالك قوانين تحرم ذلك. نعم. ولم نرى أي تحرك إلى الآن، ولا زال تجنيد الأطفال إلى الآن يعني يستمر. والله هذا برأيك؟ والله أول أمس أنا يعني عندما تكلمت معهم كان لي أكثر من لقاء، فيعني تكلمت عن مع المسؤولين عن هذا الملف، ويعني أفدتهم بأن هنالك الإحداثيات والخرائط التي لم تأتي في التقرير ولكنها موجودة معي، أخبرتهم أني اصطحبتها معي وسلمت لهم أيضا نسخ. أنا سلمت 33 ملف للمفوضية الأوروبية، يعني تستطيع أن تقول أنها ملفات شائكة، ونحن ننتظر ما الذي سنراه. تبادلنا الإيميلات وتبادلنا المعلومات، ونحن نريد، وأنا تكلمت معهم أننا نريد شيئا ملموسا على أرض الواقع. نحن في منظمة إرادة لمنظمة التعذيب والإخفاء القسري ضحايا، لا يهمنا، وقد قلت وأقولها على الملأ، أننا لا يهمنا لا جمع أموال، ونحن حتى الآن لم نتلقى حتى مقابل شربة ماء من أحد، ولا نريده، ولا نريد من أحد. نحن نتحرك من ذات أنفسنا كضحايا، نحن نحس بجراحنا. أنا كيعني كأحد من تعرضوا للانتهاكات لي 10 سنوات في الكرسي المتحرك، نحن قد أخبرتهم من يريدون العدالة الانتقالية في اليمن ويتغنون بالسلام سواء كانوا من المنظمة الدولية أو المحلية، لا داعي لفتح التكاكين، أقولها من هنا، لا داعي لفتح التكاكين، فتح التكاكين سنغلقها، نحن لن نقبل. أنا على الكرسي المتحرك كلمت المساعد الأمين العام بهذا الكلام، أني على الكرسي المتحرك ووراي الآلاف نفس الحالة، وهنالك 10 آلاف من الانتهاكات، نحن لن نقبل ولن يأتي أولئك الناعمون في الخارج ليقولون لنا يفرضوا علينا أن عبد الملك الحوثي ومن معه عفى الله عما سلف، هذا لن يكون. أنا سألحق في ثأري وذاك سيلحق في ثأره. أولا سنأتي على المسائل القانونية، هم إن كانوا يريدون أن يسطروا الحرب في اليمن والمشاكل والانتهاكات في اليمن لعقود جديدة، فعليهم أن يعني أن يغطوا هؤلاء المجرمين. نحن لن نقبل بعدالة انتقالية وهنا وفيها إفلات من العقاب، لن نقبل بعدالة انتقالية ولا يوجد فيها جبر ضرر. إذا طلبوا العدالة الانتقالية عليهم أن يجبروا الضرر، عليهم أن يعيدوا تلك المساكن التي فجرت، عليهم أن يقوموا بتعويض الضحايا، عليهم أن يقوموا بعلاج من تعرضوا لهذه الانتهاكات، عليهم أيضا أن يتم محاسبة ومعاقبة من قاموا بهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. نحن لن نقبل بذلك. من أراد كصفقة سياسية المبعوث الدولي أو الأمين العام للأمم المتحدة أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أخبرت الجميع بهذا الكلام هنالك وفي أكثر من محفل، أنه نحن إذا يعني إذا تم اضطهاد الضحايا وتم تجاوزهم، ففي الحقيقة نحن لن نقبل بأي سلام مع الميليشيات الحوثية. هم يروجون في الإعلام للسلام، ويتنقل المبعوث يمينا ويسارا مع علمه ويعلم الجميع
أن الميليشيات الحوثية لن تقوم ولن تبحث عن السلام وهي أداة في يد إيران، ترى مضيق هرمز مفتوح للسفن تذهب وتمرح، ومضيق باب المندب في مسرحة هزلية، بينما في يعني مع هذه المسرحية الهزلية التي نراها نرى عشرات الانتهاكات. أنا بنفسي أحد العاملين معي قتل قبل 10 أيام وهو في الطريق ما بين المأرب والجوف، وقتل معه 10، هؤلاء 11 طالب قتلوا بصاروخ حراري، كلهم قتلوا.